يكون عبر شاشة تلفزيون لبنان، رح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هانا رسالكي، أهلا وسهلا فيك فيفيان. أهلا فيك شيف، كيفك؟ مبروك شعرك، حلو ميرسي. شعرك ميرسي شيف. اليوم صنفنا هو عن الحلويات العربية وتحديدا عش البلبل والفيصلية. وعش البلبل والفيصلية بنا عجينة العسملية يلي هي شعيرات سميكة شوي، لازم على طول نشتغل فيها طرية، منشان هيك منشتغل فيها ضمن كيس نايلون وورقة من ورق أي نوع من النايلون لتضل ما يجيها رطوبة. وأحلى وأحلى إذا منغط بفوطة شوية مي، فوطة نظيفة، ومنعصرها ومنحطها على وجهن كمان منشان ما تنشف. هون عم نشوف فيفيان لأنه بياخدوا شوية وقت عش البلبل، بتقص شقفة علي شوي من العجينة. هاي طب أوكي، هاي العجينة بتقصها بالنص، بعدين بتصير تبرمها إما على ملعقة خشب أو على إصبعنا، يعني اتنين صح، أي شيء بحجم الأصبع. منلفها على بعضها أربع برمات تقريباً ومنحطها على الصينية، منحشيها كل حبة، ثلاث حبات من فستق الحلبي، ما منحط معها شيء. وهلأ منشوف نستعمل معها سمنة الجولدن بليت ومنشويها على ظهر النار وبعدين بالفرن. ومن بعد ما تنشوى وتتحمص ويصير لونها أشقر باللون البدية، كون حاطط على النار أنا نص كيلو سكر مع قشرة حامض، كباية وربع ماي، وبغليهم خمس ست دقايق وبشيلهم، بحط معهم شوية موارد وشوية مظهر. بشيل السمنة عنا بصفيها من بعد ما تشقر ويصير لونها أشقر، بضيف عليها القطر وبتركها منشان تشرب القطر. عادة بالمحلات اللي بيساووا حلو عربي دايما هالأصناف هيدي بيسووها من قبل بليلة وبيحشروها مع بعضهم على بعضها، منشان بس يضيفوا سمنة ما تبعد عن بعضها كتير، ما تبعد عن بعضها كتير وتضلها شادة، وأخذت الشكل والنموذج اللي هي كانت فيه لفتهم فيفيان وحشرتهم ضمن الصينية أو أي صدر هن بيستعملون حاس لهالأصناف هيدي. بعدين منسقيها بالقطر ومنتركها كمان تبرد بعدين تستعمل. أما الفيصلية بدي أطحن العجينة بالأول، هي 300 جرام عجينة العسملية منشان عيش البلبل، 200 جرام فستق حلبي، وقلنا قطر نص كيلو، قشرة حامض، ماي، كباية وربع وقليل من الموارد والمظهر، وسمنة جولدن بليت يلي منحطهم عليها لتغمرهم بعدين منشيلها. أما الفيصلية بدي 200 جرام عجينة الاسملية، بدي 200 جرام فستق حلبي، بينطحنوا خشن على الآلة الكهربائية، بنحط معهم شوية سكر، بعدين بجيب العجينة أنا الشلل بحطها بسكرها على بعضها على بعضها مثل الفطيرة، بعدين بحطها بصينية غميقة بغمرها كمان بزبدة جولدن بليت، بحمرها على ظهر النار. وكمان يفضل الفيصلية نسويها قبل 4-5 ساعات ونصفها بالصينية وآخر طبقة هي لتحت منشان ما توقف معنا العجينة. بنبعد ما تحمر منصفي عنا السمنة، من كمان السكر نص كيلو، القطر نص كيلو سكر، كباية وربع ماي، قشرة حامض، كمان شوية موارد ومظهر، وبنغليها 6-7 دقايق على النار. بس نشيل السمنة الجولدن بليت عنا نصفيها، منحط عليها القطر السخن وهي سخنة، نتركها لتبرد، بعدين عند التقديم بتنقص بالنص وبتنحط على جاط البقلاوة وبتنعد من الإكسترا البقلاوة، وكمان عش البلبل بينعد من الإكسترا. القطر أنا يحسويه مع بعضه، قلنا بنحط كيلو سكر يعني نص بنص، منحط معه صار كبايتين ونص ماي،
وبحطهم على النار. منحركهم بملعقة خشبية. هاي ملعقة خشب، رح تفرجيكم فيفيان وحدي كيف نسويها على ملعقة الخشب. بتكون شوي هي بتطلع شوي أضعف لأنه أرق شوي. هيدي أضعف. يلا سويها، سوي لهم وحدة مثل اللي معروف. هلا ملعقة خشب هيك عريضة ما بتزبط لقش البلبل. اللي ما بيحب يلف إصبعه ما بتزبط، هيدي بيمشي حيلها. هلا بدي اطحن الفستق الحلبي للفيصلية. هاي هي شفت. برافو. بدي اياهم خشنين، حط معهم السكر. خلص الاصبع هيك، على الاصبع برم شلوا النايلون قدامهم هيك مثل زاوية بيعملوا بصيروا يبرموا القطة بهاي تتشد، وهيدا دايما بدنا نشده. ها ها تبرم هيك، ودايما مثلا عملنا خمس برمات للكل، خمس برمات أربعة للكل أربعة ليطلعوا، بس يتحمروا على النار مش وحدة تتحمر قبل الثانية، لأنه إذا كانت أقل بطبقة تحمر بسرعة أكثر. منحرك السكر مع الماء، وهون الكمية لاثنين عملينا. منجيب سكين ومنحط قشرة حامض. هادي اللي بحب يعمل على الأعياد، هلأ عيد السيدي وعيد الأضحى كمان، إن شاء الله بينعاد على الجميع. لنبلش قدامكم بالفيصلية. أول شيء لنحشي شوي قدامكم عش البلبل. نجيب ثلاث حبوب سوا، بحطهم مع بعضهم وبنزلهم بقلب العجينة. ثلاثة سوا وبنزلهم بقلب العجينة. هلا من تحت بتكون فاضي فيها العجينة اللي نحن عم نشتغل فيها. وقبل ما نحط الصف الثاني لازم نكون حطينا فستق منشان ما تصغر معنا فوهة القطعة يلي نحن عم نسويها. كل ما كانت واسعة قبل ما نحط الطبقة الثانية كل ما سهلنا عملية الحشي. وهاي وين بنختمها؟ بنحطها دغري بظهر هذيك. انت اريح يبرم معك اصبعك وصبنت ايديك قدامي. هاي بنحشيها بالطريقة. على السيارة جملة بدي أقولها أحلى ما أنساها. في ناس بيجوا بحياتك، بيجوا على حياتك نعمة، وفي ناس بيجوا درس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. حلوة
يعطيك العافية. يا الحشي. وهو بتشوفون هاي إن كان الفيصلية وإن كان عش البلبل، بس تطلبوا بقلاوة مشكل. هاو بضيفون آخر شي بحطوا 3-4 حبات من عش البلبل ونص حبة من الفيصلية، لاي لأنه هاو إكسترا يعتبروا بالفستق الحلبي وغير الفستق الحلبي. بالفندقية شافي بيتعلموا هيك اشي؟ لا حلو. حلو عربي؟ لا ما في. في مدارس خاصة لهم؟ لا ولا مدارس خاصة، بيعلموا عيال بتعلم بعضها بس بالحلو العربي بلبنان، والمعلم اوقات بصير يطلع ويفتح لوحده. عيال اجمالا، عائلة بتفلان. بتفلان ما بتعرف الحلو العربي تسمعيهم عيال. كنا نسمع بعائلة شرو. هلا شو بدنا بالعيال؟ في عيال كثير، نحن مش عم نفوت بتفاصيلها، بس انه اجمالا ما بيعلموها، يعني فيش مدارس لها الحلو العربي. يا انا رح بلش بالفيصلي. هاي الفيصلية منشيل، نجيب شلي من هالشعيرات ونحطها هيك. برجع بحطها هيك حدة، تبهولي شوي، بعمل لها هيك بسطها على بعضها. نجيب ملعقة منشيل حشوي، منكتر حشوي منها، هي المظاهر والموارد اللي بعد شوي بنشتغل فيه. منعلي مع الورقة، بعليها بهالشكل، سكرها من هون وبرجع من هون كلها سوا، بقلبها هيك. بجيب صينية، هاي الفيصلية، وبحطها عليها. هيدي أول حبة نجيبها للشلي، شوفوها كيف تكون بهالشكل. بيجي أنا بعملها هيك وبعرضها، عليها ومن هون دق. برجع نحشيها في فستق حلبي، ترى لازم يكون سميك شايف مش هيك؟ لا منيح. برجع بشيلها وبحطها حدا. يلا انت بعد هيدي وخلص، ماشي. خلي لي شقفه، خلي لي اياهم ليطلعوا صينيه معي. الشلال هاي اللي بينعمل منها كمان عسملية، هي زيت العجينة. وفي إذا حدا قصد بيعمل كنافة أو لا؟ كنافة النابلسية مبلا بسوها فيها فلسطينية.
خلي لك هوديك انا كم الصينيه. نحن عم نحضر الفيصليه ناخذ اتصال. الو الو هاي الفيصلية خلصت مثل ما قلنا اصولا. برجع بكرر هودي ان كان عش البلبل وان كان الفيصلية لازم يرتاحوا هيك بكبسون وبتقلون شوي ولا تياخدوا حجمهم قد ما هن بدهم. هلا نحن هيدي مش عم نوصل ليا منجيب كسرولة وبجيب سمنة جولدن بلايت وباخد اتصال. الو الو بونجور الو بونجور كيفك سيد انطوان؟ ماشي الحال يا اهلا وسهلا. طبعا لو سمحت بدي اطلب منك روسات كرمال كبيس خيار واذا ممكن مربى الطين مع اللوز. مربى الطين مع اللوز بس اول وحده ما انتبهت شو هي. كبيس الخيار. كبيس الخيار تكرم عيني. ميرسي بوكو. بخاطري. هاي السمنة مندوبها كبيس الخيار إجمالا بقى نكبس الخيار يلي هو الخيار بيقولوله الشمسي يلي هو أساسا بيطلع بدون النايلون يعني باختصارها ويفضل الجبلي كمان. هالخيار يغسل بعدين مننكزه بالقشة ثلاث محلات تقريبا ومنصفه مزبوط بالمرتبين مندوب ثلاث كبايات ماي منضيف لإلهم ثلاث ملاعق ملح حشن كبار نرجع منضيف لإلهم كبايتين خل منحط مع الكبيس إذا بدنا لقينا ربع ملعقة صغيرة خل ده الحبوب حصين ثوم قرن حر مننزل هالماي المملح عليهم بده يكون بارد الماي ومنرجع منسكر المرتبين منطبه للمرتبين وبيطلع عندي كبيس الخيار من بعد 25 يوم. ناخذ اتصال جديد. الو 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 نعم الو شيف انطوان. نعم يا اهلا وسهلا فيك. كيفك مدام شرفان؟ الحمد لله. كيفك انت؟ منيح منيح يا عمي. شو هالايدين من فضه وذهب من فضه وذهب ايديك. تسلمي سبحان من خلقك. كلك ذوق كلك ذوق. هاي من معزتي. بدي اعز ميرسي. سلم دياتك على الاكلات الطيبه. تسلمي سلم قلب دياتك. انت وفيفيان ضلك فيفيان الشاطره كمان وتضلك تشوفينا ونعمل هالاكلات الطيبه والحلويات الطيبه. طول عمرك مدام شرفان. ميرسي حبيب قلبي طول عمرك. على كل حال نحن مش ناقصنا شيء بوجودك ان شاء الله على طول بتضل قبالنا وتشغلنا وتطبخ لنا وكل شيء. تسلمي تسلمي وضليك بصحتك وضل نسمع الصوت الحلو يا مدام شرفان ويخلي لك عائلتي. ميرسي لك. ميرسي تكرمي. طول عمرك. ميرسي كثير. شكرا مدام شرفان. شكرا عيوني. كلك ذوق. هاي السمنه نجي بالاول حطيها هون ونحطها على النار. مندور النار دوبنا سمنة جولدن بلايت ومنسقيها فيها. هلا كلكم بدكم تنقذوا. لا بنرجع بنصفيهم هاو. هلا بتشرب شوي بس بشكل عام
ما بتشرب كتير، بتشرب شوي، بس النكهة تبع السمنة كتير مهمة لإلها. ومناخد اتصال جديد. ألو. ألو بونجور. شو قصتهم؟ وين راحوا وتركونا؟ ألو. نعم. ألو. عم بسمعك مدام، الشيف أنطوان معك، عم بسمعك. يلا يلا. ألو. مدام عم بسمعك، الشيف أنطوان معك. شيف أنطوان. نعم. ألو. نعم نعم. أي مرحبا شيف أنطوان. مرحبتين، يا أهلا وسهلا. بدي عزبك توطي التي في شوي. ايه؟ عندك. اهلا فيك شيف انطوان. نعم. بدي اسالك سؤال، عملت انا شوكولاتة على ايدي. نعم. كيف يعني عملتيها؟ عملت شوكولاتة على ايدي طلعت مبرغلي. شو لك شو عندها حل هاي؟ خبريني كيف عملتيها على ايدك، يعني شو استعملتي لطلع معك شوكولاتة على ايدي؟ كيف؟ عملت كباية سكر بودرة وثلاث ارباع كباية كاكاو ناعم، هيدا بلا سكر. نعم. وكباية فيشتاني. ما بيزبط الشوكولاتة هاو، قريب يعني للشوكولاتة، أنت عم تساوي شيء قريب هيك ياكلوا الأولاد. بس ما بيزبط معك. سخنت الفيشتاني وحطيتهم عليها. نعم. ودوبتها وبالأول انخلتهم وساويتهم، بعدين حطيت عليها الفيشتاني. بيطلعوا مبرغلين شوي، شو المشكلة عندك؟ بعد ما عرفت شو المشكلة عندك هلا. هلا هني بده يطلعوا هيك لأنه أنت مش عم تستعملي شوكولا عادي. ما عرفت المشكلة عندي؟ ما استعملتي شوكولا عادي. لتعملي شوكولا عادي للضيافة بدك تدوبي شوكولا بيكون بلوكيت بلوك ويلب. أيوه. فيك تساعدها تستعمليها وتطلع معك منيحة. هلا هول بيمشوا عندك شي بيتي كمان بيمشي، يعني مش انه ما بيمشوا بس شي بيتي. طيب شكرا شكرا لك. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. نرجع نضيف لها بدها شوية سمنة بعد، بدها تكون غمرطة. قلبه ضعيف مش لازم يحضر الحلقة. انه كل الحلو العربي هيك بيتحضر لنكون صريحين، بس هاو بنرجع مثل ما قلنا، بس هلا تحمر بنصفيها وبنحط القطر، والسمنه بنرجع نستعملها مرات ثانيه، يعني فينا نستعملها عده مرات. كمان ناخذ اتصال. الو. الو شيف أنطوان. نعم. بونجور، جيزال معك، مدام جيزال. ايه اهلا وسهلا فيكي. تسلم، كيفك؟ ماشي الحال. بونجور، جيزال معك، مدام جيزال. ست جيزال بدي عزبك شوي شوي، وطوا التي في عندكم عم بس تحكوني. بك تسمعوني من الأباري، بك توطوا شوي التي في يعملوا معروف لنسمع. أوكي. بعضنا. يا ريت فيك تلفلنا البور مع بس لنشوف كيف تلفوها. ما لفيناها قدامكم، وين كنتي؟ ما دورته مأخر لكن طيب تكرم تكرم عيونك، ما تزعلي. يلا وشو الحشوة فرمتوها أو هيك؟ يا ريت الحشوة يلي هني بعش البلبل هي بس 3 حبات أو 4 حبات فستق حلبي دخلناهم نزلناهم تنزيل بقلبها. أما بالفيصلية طحنا 200 جرام فستق حلبي حطينا معهم بس شو 4 ملاعق سكر وشلت تبع العجينة تبع الأسملية حطيتهم على بعضهم دوبل، بعتهم شوي ودقيتهم بإيدي من نايلون وحطيت لها الحشوة ولفيتها بشكل الفيصلية. شوفي هلا فيفيان رح ترجع تعد لك كيف كنا عم نسويها. تكرم عينك جيزيل. شوفي يا جيزيل، تعملي هيك اول شيء مثل الحلقه هيك،
تمشيها من هون بتشدي، وهيدي ايدي هيدا بدك تضلي شدتي. ها مضطرين بعد، يعني بدك تنقذوا، بس شو بدي اعمل؟ مضطرين بعد كمان نضيف سمنه، لازم تغمون السمنه، لانه اذا السمنه ما غمتهم معناتها انه من فوق مش رح يتحمروا، بدها تضل العجينه بيضة، وهيك ما بتزبط معي، بتطلع ساعتها وحده شقره وحده بيضة. هون ما فيها عم بعمل ماش فيها، ما بتزبط، بده يكونوا كلهم محمرين شقر. وقلت انا برجع السمنه بستعملها بتحضيرات تانية. مثل ما قالت فيفيان، القلب رقيق ما يطلع، يا لأنه بدها تسكر على الكل، ما بتزبط أبدا إذا مش مسكر على الكل. هلا بتصور أنا معهم صرت تسكر على الكل. مثل ما بيقول فارس كارب، أكل الحلو بيحلالي والحلو كله قبالي. وليش ما بيسوالك؟ يلا اعطينا المظاهر والموارد. يلا منشيل القشري الحامض، حطي المظاهر والموارد. هالمظاهر تحب الحلو اجمالا شيف؟ ايه طيب الحلو من وقت للتاني يعني مش منضل يعني على الحلو، بس من وقت للتاني طيب الحلو. هو بعد الاكل بيقولوا ما بيضر، انه كله مثل بعضه، الساعة اللي بتاكليه بتخزني مثل مي عم تفوتيها بخزان. اللي بيقول لك غير هيك شو بدك بهالحكي؟ سلمي لي علي اللي بيقول لك غير هيك. هلا هاوي احطهم بالفرن انا. في خفف شوي من زيتها من سمنتها، خلي لي هيك ايديك. لا ليش بنخفف شوي من سمنتها هون؟ منشان حبة الفستق الحلبي من فوق بالفرن مع الشيجية كتير سمنة، بس شوي صغيرة، برجع بحطها بالفرن. ومناخد اتصال. برجع بقول هاو لازم يكونوا مشدودين على بعضهم، وقبل 4-5 ساعات معمولين أفضل. ومناخد اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجورين. كيفك مشي إجاب أنطوان؟ ماشي الحال يا أهلا وسهلا، مين معي؟ يعطيك العافية، معك مدام خوانت. أهلا وسهلا فيك مدام خوانت. بدي طريقة الإكلير عمل معروف. الإكلير تكرم عيونك، يلا أيدي. يلا. 125 جرام ماي، 62 جرام زبدة، سكر ملعقتين كبار تبع الأكل، ملح أقل من ربع ملعقة صغيرة، فانيليا وبرش حامض. بتحطيهم كلهم سوا على النار هودي، بس تحسي المي بدها تبلش تغلي بتضيفي عليهم 125 جرام طحين، وبتنوصي النار وتصير تحركيهم على نار خفيفة دقيقتين. بتشيليهم، ومن بعد ما تشيليهم هيك بسيون شوي، اعملي معروف عشان يضل السمنة عليهم، هيك كل شوي اعملي على وحدة. بس تشيليهم بتحطيهم على الطاولة أو على صينية أو بالوعي ذاته، تشيلين على جنب وتتركيهم ليبردوا، وكل شوي بتحركيهم، كل شوي بتحركيهم ليبردوا. بس يبردوا بتجيبي 3 بيضات وصفار، بتضيفي أول بيضة
وبتحركيها ليختفي أثارها، ترجع بتحطي التاني كمان بتحركيها بملعقة خشبية وكمان ليختفي أثارها، بتحطي التالتي كمان بتحركيها ليختفي أثارها، برجع بتحطي صفار البيض. برجع بقلك أكيد وأكيد وأكيد وضروري لازم تكون العجينة باردة، ما بيسوى أبدا تكون سخنة. شوف هات أشوف. هيدي الصينية خلصت، بدها شوي بالنص كان، رح اضربها هون ضربة صغيرة ومنتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. وللهنا يأتيكم برعاية جولدن بليت. منشيلهم بمصفاية. منتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان، وهون عنا الفيصلية عم تشقر. اعطينا ملقط نبرمها شوي. بدنا ننتبه انه السمنه حامي. اصبح برجع بقلكم انه اهم شيء انه هالاشياء هاي بتتحضر قبل بنهار هي الافضل، وتاني نهار هي اللي بتنخبز فيه بتحافظ على شكل اكثر، لانه بتقسى على ما عليها العجينه على طويتها، ما بتضلها طريه ومع السمنه بتزيح شوي وبتصير اخدي غير شكل، بحطوها بشدوها على بعضها لتاخد الشكل يلي هي بتكون فيه. يعني هاو شغلات كتير مهمة إنه نعرفها. رح نشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا. بدو نتفة صغيرة بعد ها. منجيبها. نشيلها من الفرن. ميلي الكسرول لها ميلي معروف لها هون. شيلي الكبشة. منصفي السمن منها. هاي السمن منصفيه. هلا قلب حبتين بنرجع بنحطهم اوقات اذا بدنا. نرجع. القطر السخن اعطيني ال كبشة. القطر سخن منجيبه ومنسقي فيه عش البلبل. شايفين كيف هو عم يغلي؟ ما بيسوى يبرد، نايم بيكونوا عم يغلوا حتى يشرب. حتى يشرب. انت بتقول يا عشاق يا عشاق يغلغل. هلا نرجع للفيصلية. هاي الفيصلية كمان تحمرت، في حط شوي كمان هون اذا بدي بعد نتفة صغيرة على ظهر النار، حط لها شوي من هالسمنة هون، لان هالسمنة بنستعملها لتغمرها. كل ما هي مغمورة بالسمنة كل ما أخذت اللون الفوقاني الأحلى. وبنرجع منصفيها. ولتنقص معنا وشدي على بعضها لازم تكون باردة كمان، ما بيسوى سخنة نقصها.
وهي السمنة بتضلها نظيفة وفينا نستعملها عدة استعمالات لأنه نوعية جيدة. بترجع بتصير سميكة السمنة؟ لا 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 بتضل إذا تركتيها وشدت إيه بس بتقس حرارة مثلا نحن فيها ببيروت 32 مش رح تشد كتير يعني. كمان عملوا فيها نمورة بمسكها جيب مصفاية لا لا فيفيان تاع يعني بصفيها بهالشكل عليها السمنة كلها مننزلها وهي السمنة يلي شبناها شي بسيط شربت صاروا موجودين عنا منشيلهم على حدا لنرجع نستعملهم كمان لا لا فيفيان خليهم فوق 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 عيني سقيهم بالقطر كمان بدها تشرب هيك كمان سخنة يلا وبنتركهم لتبرد شوي وبنرجع نسكبهم يلا بلش سكبيهم هاو وهاو مثل ما قلنا الفيصلية ما فينا نقصها ممنوع نقصها إلا لتبرد وهي اللي بيستعملوها بحجم أصغر شوي منيحة يلا برافو حطيها حتى مثل هيك بنرش على وجهها كمان الفيصلية خليهم قليل من الفستق الحلبي المطحون إجمالاً بشكل عام تتقدم بالصواني بتنعمل فيها وبعدين بس تبرد منشيل كل حبة وحبتين ومنحط بالجاط يلي هو بدنا نسويه فيهن أنا بشكرك فيفيان على معاونتك على تحضير صنفين اليوم من البقلاوة أصناف البقلاوة حضرنا عيش السرايا عيش البلبل وحضرنا الفيصلية هالبرنامج هو برعاية جولدن بلايت يلي استعملنا هالسمنة الطيبة فيها منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبشوفكم بحلقات جديدة وبقلكم باي باي.